نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه، وكنتمنى ان لا فيديو تلقاكم في صحه جيده يا رب. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم كلكم، شكرا شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير اللي كتخليو لي على اي حاجه، وكنتمنى ان شاء الله انني نبقى دائما عند حسن الظن ديالكم. الوغ كيف ما كتشوفوا من العنوان، كيف ما كتشوفوا من المينياتور، ان شاء الله اليوم غادي نبارطاجي معكم ماشي مشتريات، لا هادو دي برودوي اللي ديجا كنستعملهم، وبغيت نبارطاجي معكم بالضبط اشنا هي بيان سور لا مارك إيف روشي اشنو كتبيع. هي بصراحه اون مارك معروفه عالميا غنيه عن التعريف، زعما ماشي بالضروري انني ما كنحتاج انني ندير لها الاشهار، غير بالنسبه للبنات اللي باقي ما كيزعموش على لا مارك، اولا البنات اللي كيبغيو يتقداو ومازال ما كيعرفوش كيفاش يتقداو من لا مارك من لا مارك إيف روشي. الوغ الا كنتي مهتمه بلا فيديو خليك معايا حتى الاخير باش يمكن لي بيان سور نعطيكم بزاف ديال المعلومات اللي غادي يفيدكم ان شاء الله. اول حاجه غنهضر لكم عليها وهي لي برودوي ديال إيف روشي اشنو كتبيع. إيف روشي عندها لي برودوي، اي حاجه كطيح لكم على بالكم في الماكياج، في لي برودوي دو بوتي، في لي شامبوان، في لي بان دوش، اي حاجه كتخص بيان سور البنت، كنت توسكي كيف ما قلت لكم ماكياج بوتي كتلقاوها عند لا مارك إيف روشي. اول حاجه بغيت نبارطاجيها معكم وهي هاد لو لي دو كور. هذا الصراحه راه معروف حتى هو، بصراحه لي برودوي كاملين ديالهم غنيين عن التعريف. هذا وهاد لو سبراي، هذا الصراحه ما بقاش عندهم دابا، ما كاينش في الستوك تقريبا واحد عام ونص ولا عامين ولا كثر كاع باش حيدوه، علاش كان باقي عندي غير فاش عرفتهم بلي غادي يقطعوه، دونك خليته عندي، حاولت انني كل مره ندير منه شويه. هاد لو لي دو كور كيف ما قلت لكم راه معروف بصراحه، الاغلبيه البنات اللي كيتقدوا من لا مارك راه معروف عندهم هاد لو لي دو كور، هاد الحليب هذا بصراحه كيهيدراتي وكيخلي الريحه فنه 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 في اللحم، كتدوم مده طويله، فيها القرعه الكبيره وفيها القرعه الصغيره. كيف ما قلت لكم هذه اول حاجه غادي نبارطاجي معكم وهي هاد لو لي دو كور. وثاني حاجه نبقاو ديما في هيدغاطاسيون، كناخذ حتى لي لي ديال الروائح، عندهم دي بارفان وكل بارفان كتلقاي معاه لو لي كور ديالها. هذا غير ما بقاش مكتوبه فيه تمسحات، هذا ديال البارفان كيلكو نو دامور. كناخذ حتى هذا بصراحه اون غام، كناخذها كامله ديال التفاح. كاين لو لي دو كور، كاين لا كريم دي ما، كاين بصراحه بزاف ديال لي برودوي هيدغاطاسيون. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للرائحه راه كتبقى لمده طويله، فريمون مده طويله بزاف. حاجه اخرى اللي غادي نبارطاجي معكم، بقاو ديما في هيدغاطاسيون. هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو ناشفه، انا كتنشف ليا لابو في البرد، دونك هذا كنستعملو غير في البرد، ما كنستعملوش في الصيف حيت انا عندي لابو ميكس، في البرد كتكون ناشفه وفي الصيف كتكون دهنيه. دونك هاد البرودوي هذا كنحاول انني نستعملو غير في الايام ديال البرد، كندهنو الايديه، كندهنو كنستعملو لو كور كامل ديالي. كيف ما قلت لكم هذا ديال لابو لي ناشفه. بالنسبه لايف روشي قبل ما ننسى، عندهم الانواع ولا بلوتو لي كريم او اي حاجه كبغيتوها لجميع انواع البشره الدهنيه، البشره المختلطه، البشره الجافه، اي بشره. حتى بالنسبه للشعر عندهم بيان سور لي شامبوان ولا دي ميلور ولا لي ماسك ديال الصراحه ديال الانواع ديال الشعور كامله. حاجه اخرى ندوزو دابا للفيزاج، غنبدا لكم بهاد هاد ليكرون. هذا بصراحه كنت خديت واحد وعطاوني واحد غراتبي، هذا ايكرون سولير 50 SPF. بصراحه هاد ليكرون هذا زوين بالنسبه لا جينيراسيون ديالي وحتى بالنسبه للناس الكبار، مثلا العيال الكبار اللي كيبداو فيهم لي غيد اولا فوالا كيبداو تكمشوا لهم شويه وجههم، يحاولوا انهم يستعملوا هاد ليكرون. هذا الصراحه زوين 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 بزاف. ليكرون انا ما كنستعملوش غير في الصيف، ما كنستعملو على طول العام. قبل ما ندير الماكياج ديالي كندير لي هيدغاطاسيون، ولا قبل كاع من لي هيدغاطاسيون كنقدر نستعمل بيان سور ليكرون ديالي، ليكرون سولير. نبقاو دائما في لو فيزاج. لي هيدغاطاسيون كيف ما قلت لكم انا عندي لابو مخلطه، في الصيف كتكون دهنيه وفي البرد كتكون جافه، لذلك عندي ها جوج ديال لي كريم، ها هي راه قربت تالي ديجا ما بقاش فيها بزاف، وهذه اللي باقا فيها. هذه لا غام الخضراء اللي فيها لو جيني طويا، فيها التونير، فيها لي كريم هيدغاطانت، فيها بزاف ديال لو برودوي لا غام الخضراء ديال لابو لي دهنيه.
بالنسبه للبنات اللي كيتقش اللي وجههم دهني بزاف يمشيو لايف روشي يقول لهم فوالا بغينا لاكام عفاك اللي كتنشف شويه الوجه لان البشره ديالنا دهنيه. هادي كنستعملها في البرد وهذه في الصيف. هذه في البرد علاش؟ لان البرد كيبدا وجهي كيتقشر ليا من هاد لابارتي هادي تقريبا لا زون تي كامله كتبدا كتقشر ليا. دونك كنستعمل لو جيل نيتوايير في الصيف، في البرد كنستعمل الزرق، وفي الصيف كذلك كنستعمل دائما دائما عندي انا لاكام الزرقاء في البرد ولا كام خضراء في الصيف. نبقاو في توسكي فيزاج كنستعمل حتى هاد لاكام هادي. هادي راه غير سالاو ليا لي برودوي بقاو عندي غير هاد الجوج هادو. هاد لاكام هادي فنه فنه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من لاكني. اي وحده كنوضو ليها حبيبات، يا اما حبيبات لا مثلا ديال الماكله ولا اي حاجه، كيمكن لكم تستعملوا هاد لاكام هادي. صوف كو انكم خاصكم تداوموها. ملي كداوميها انا الصراحه كانت عندي لاكني بزاف وحاولت انني نداوم هاد لاكام هادي صافي ديزاني ديزاني وانا كنستعملها والحمد لله بانت ليا النتيجه. غير هي خذوا لاكام كامله فيها لو جي نيتوايان، فيها لوسيان، فيها لي سوان اللي كيحبسوا الحبوب، فيها لي كريم دو جور، لي كريم دو نوي، فيها حتى واحد لا توب راسلات ليا بغيت نوريها لكم. ملي كتبدا كتحسوا بشي حبوبه يلاه بدات كتنوض كديريها لا مثلا ناطلك في العشيه كديريها الغد اللي في الصباح كتلقيها كرمات ما كتبقاش. وهاد لاكام كتحيد حتى لي تخاص ديال الحبوب. شي حاجه اخرى اللي غادي نبارطاجي معكم، بيسكو دابا حنايا بيان سور في فتره ديال الكورونا ما كايناش شي بنت ما كيكونش عندها ديزانفيكتون في ساكها. ديزانفيكتون صراحه عندهم صغير وزوين ديال الساك تقدري تهزيه معاك، وحتى الريحه ديالو فنه 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 فنه. هادو فوقاش كناخذهم ملي كنبغي كنمشي مثلا نتخضى. كل مره كيقدروا يعطيهم لك هما دي كادو كتقدري تاخديهم. سينون غادي نجي معكم لا بارتي ديال لو بايمون نخليوها حتى الاخر باش نهضر لكم على هادو. بالنسبه لي فيرني راهم غنيين عن التعريف صراحه، فنين لي فيرني ديالهم فنين 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 بزاف. علاش؟ لانه ما كيتقشروش اول حاجه ما كيتقشروش، وثاني حاجه نتي عندهم البانسو ديالهم الراس ديالو عريض شويه، ماشي بحال لي بانسو العاديين ديال الصبيغ العاديين. فوالا نحاول انني نخويه باش تشوفوا البانسو. صراحة زوين زوين زوين، دغيا دغيا كدوزي دغيا كتبغي بصراحه يديك، وكيدوموا مده طويله ما كيتقشروش. بالنسبه للليكران حتى هو كناخذ هاد ليكران ديالهم ديال زيرو ديفو. هو ني كيدايره دابا لوجهي ما قالوا زيرو ديفو بصراحه، حتى زيرو ديفو فريمون غزال 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 فن واحد الدرجه ما كتصورش. اي وحده كانت كتشوفني دايره ايكرون كتقول لي ولا بلوتو باردون في الفون دو تان كتقول لي شنو دايره لوجهك. بصراحه هاد الفون دو تان غزال 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 بزاف. وكناخذ حتى هاد لابودغ هادي حتى هي بصراحه زوينه. صوف ملي تمشيو غتلقاو بيان سور لي كونسيير تما قولوا لهم عافاك شنو هو لو تان اللي غادي يجي، ولا شنو هي هذا الفون دو تان اللي قريب لي لوجهي. راه كاين عندهم لي تيستور تما غتحاولوا انكم تستعملوهم. لي تيستور كاينين في لي برودوي كاملين، في الماكياج كاملين كتلقاو دي تيستور. كاين الكونسيلر هذا بصراحه حتى هو زوين 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 فن 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 بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا كدوري غير ما بغيتش ندورو خفت ليه يخرج ليا. الكونسيلر حتى هو بصراحه زوين، وكاينين دي كونسيلر اخرين حتى هما بصراحه زوينين. بالنسبه للميكاب ما بغيتش بصراحه نجبد لي برودوي كاملين، حيت ماشي دابا غنقول لكم راني جبت لي برودوي اللي عندي زوينين، لا راه لا مارك فيها لي برودوي كلهم زوينين. بغيت صراحه كل حاجه بغيت نوريكم منها شويه. بالنسبه للميكاب انا كنستعمل الايلاينر ديال الفوتر، ما كنستعملش البانسو بصراحه حتى هو زوين وفريمون كيبقى مده طويله. انا راه قرب يسالي ليا الكحوليه ديالو كيبان لك لو تري راه كحل كحل بزاف، وما كيمشي من داك ماشي من هذاك الايلاينر اللي كيبقى كيبان لك تيذوب ولا كيهبط لك مع عينيك، لا بالعكس لي كريون لي كريون دي زيو صراحه حتى هما زوينين. وراكم غير واحد تقريبا خديت لي كولور كاملين بصراحه، ولي كولور كلهم زوينين. هذا بالضبط هاد لا كولور اللي علاش اختاريتها، حيت كنقدر نستعملها ككريون دي زيو ولا كنقدر نستعملها دي فوا بحال لا فارا بوبيير.
دابا ندوزو للشعر توسكي لي شوفو. حاليا انا ماشي مؤخرا ولكن بصراحه تقريبا هذه واحد شهرين حتى ثلاث شهور اربع شهور كنت صبغت شعري. دونك كنستعمل لاغام الغوز او بلوتو لاغام الحمراء ديال لي شوفو كولوري. هاد ديجا شامبو راه قرب يسالي ليا ما بقاش فيه بزاف. هاد لاغام هادي كناخذ لو شامبو كناخذ لو ماسك. الماسك باش زوين على قوه الله اكبر. الماسك باش زوين فيه يمكن لك تستعمليه قبل الغسيل باردون او لا من بعد. انت كيبقى لك الاختيار بالنسبه للبنات اللي شعرهم مدهني بحالي حاولوا انكم تستعملوه قبل. بصراحه كتخلي واحد تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه الماكسيموم وكتدخلي كدوشي. كناخذ حتى هاد لي برودوي هذا ابري شامبوان ديالهم. بصراحه لا غام كلها زوينه كيف ما قلت لكم. في القصه كنكون يلا صابغه شعري كنبغي هذيك لا كولور تبقى ليا شاده مده طويله كنستعمل لا غام كامله ابري شامبوان لو شامبوان او لو ماسك. القصه اللي كنحس لان شعري بدا كيتضرر ليا كناخذ لا غام ديال لا ريباراسيون شوفو. حتى هي فيها لو شامبوان فيها الماسك فيها لابري شامبوان فيها بيان سور لي غام كلهم كتلقى فيهم لي برودوي كاملين. وكنستعمل حتى هاد جوج لي برودوي هادو تاهما في الصراحه باردون تاهما في الصراحه زوينين زوينين زوينين. هادو سون دي ماسك اللي كيبقاو في الشعر ما كيتغسلوش. ملي كنسالي كاع الغسيل كنشف شعري ولا قبل ما كنشف شعري كندير لا كريم سورتو هادي كندير لا كريم على شعري وكنشف شعري عادي. وكاينه حتى البنات اللي كيبغيو الزيوت البنات اللي كيفضلوا الزيوت راه عندهم الزيوت كاين حتى هذا ديال الزيتون. بصراحه حتى هذا زوين 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 بزاف. انا كيف ما قلت لكم ما بغيتش نجيب لي برودوي كاملين حيت الا جبت لي برودوي كاملين ما غنساليوش اليوم غتكون لا فيديو طويله طويله بزاف. مي كيف ما كنقول لكم انا كننصحكم بلا مارك ايف روشي هادي راه ماشي كولابوراسيون حيت ديجا لا مارك راه غنيه عن التعريف. انا وصف كو كنبارطاجي معاكم لا مارك اللي كنرتاح فيها لي برودوي اللي كنرتاح فيهم. كانوا هادو هما لي برودوي لي بغيت نبارطاجي معاكم بيان سور ايف روشي. دابا غادي ندوز معاكم لتوسكي كادو. هي معروفة بالسخاوة ديالها كل ما كتمشي كتقدا كيعطوك ان كادو. في الصراحة لي كادو ديالهم غزالين بزاف بزاف بزاف. انا في الصراحة ما كنشريش السكان ديال الحمام وما كنشريش السكان ديال البحر. علاش؟ لان كل ما كنتقدا سورتو ملي كيقرب الصيف كل ما كنتقدا كيعطوني ان ساك ولا ديجا كيخرج الساك كيخرج معاه لا تروس. فريمون لي تروس ما كنشريهمش نهائيا هما اولي ساك. بالنسبه لي تروس بصراحه كيف ما قلت لكم راه عندي بزاف بزاف. بغيت غير نوريكم لا كاليتي ديال لي تروس ديال ايف روشي اولا ديال لي كادو ديال ايف روشي كيفاش دايره. كانوا عطاوني هذا راني ديجا مستعملاه. هذا بصراحه فن فن زوين كنستعملو بصراحه لحد الان. وكانوا عطاوني معاه حتى هاد لا تروس هذا ديجا راه تروس كبير راه كيهز ليكم. راه ماشي غير لي برودوي فريمون ملي كنبغي نسافر كنديه معايا كيهز ليا بزاف ديال لي برودوي ديال الحمام ماكياج كيهز ليا كلشي. هذا بصراحه فن فن بزاف. وكيف ما قلت لكم لا كاليتي باش خادمين هاد السيكان هادو راه كاليتي فنه. نتمنى انها تبان لكم او فريمون صحاح ماشي شي حاجه اللي دغيا كتقطع اولا. كاين حتى هذا بصراحه هو الساك ديالو غير كيف ما قلت لكم الا جيت نهز لك لي تروس كاملين اولا لي ساك راه تقريبا لي ساك عندي عليا شي 8 ولا 10 ديال لي ساك. ما كنشريهمش كيعطوهم ليا كادو فين ما كنمشي كنشري كيعطوهم ليا في الصراحه كادو هما ولي تروس. بالنسبه للسخاوه ديالهم راه في الصراحه والله الا والله الا هما سخين بزاف فريمون سخين بزاف. هادي راني باقا ما استعملتهاش هي عطاوها ليا اون بروس صراحه زوينه ورطبه ما كتنشف الشعر. كيعطيو بزاف ديال البرودوي كيعطيو فوطا كيعطيو دي ساك كيعطيو دي تروس كيعطيو دي بروس بحال هكا كيعطيو مرايات كيعطيو غينا بزاف ديال الحوايج كيعطيو مكانات شحال من حاجه بصراحه ما خديتهاش من عندهم كيعطيوها لي غير هما. هاد المرايه هادي حتى هي كتجي على هاد الشكل فوالا. لي ساك كيف ما قلت لكم انا ما كنشريش لي ساك نهائيا فوالا.
هاد الساك يجي على هاد الشكل هذا، فيه هاد لو ديتاي في الايتين ديالو فريمون غزال. هذا حتى هو راه عندي لاكروس ديالو. في ميم بيريود اللي كان هاد الساك هذا كانوا دايرين واحد لوفر انك تاخدي هاد الفوطه هادي، الفوطه ديال البحر، وفريمون راه رطبه 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 بزاف بزاف، وسورتو ملي كتمشي للبحر كتشد كتنشف كتنشف، ماشي من داك الفوطات اللي ما كينشفوش ولا كيخليو اللحم فاسك. لا هادي هادي بصراحه زوينه وطويله، راه فريمون طويله طويله بزاف. هادي كانوا دايرينها الا خديتي يمكن واقيلا شي 60 درهم ولا معقلتش بالضبط، حيت هادي خديتها بصراحه شحال هادي، غير ملي بغيت ندير لا فيديو جبتها، ولكن فريمون زوينه زوينه بزاف. ملي كتبغي تاخدي يمكن واحد لاسوم ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال، كتاخدي هادي ناقصه في الثمن، فريمون ناقصه في الثمن بزاف. مؤخرا كانوا عطاوني هاد لاتروس هذا مع الساك ديالو اللي باقي ما استعملتوش بصراحه، هادو يمكن واقيلا عطاوني في هاد الصيف اللي فات. هذا راه ساك تروس ايزوتير، وكبير حتى هو بزاف فوالا. كيف ما قلت لكم كيعطيو لي ساك لي تروس ايزوتير، لي تروس العاديين، لي بروس، الماكياج، وبالنسبه لي برودوي غراتوي كيعطيو دي برودوي غراتوي ا 0 درهم، كيعطيو دي بارفان دو لوكس، لي بارفان الواعرين، كيعطيو لي روج ا ليفغ الواعرين، كيعطيو دي كريم ادغا. هادي كان واحد المره بحق انا ما خديتهاش من عندهم، خديت يمكن واقيلا شي بارفان. هادي حتى هي كيعطيوها غراتوي، راه فريمون كيعطيو بزاف بزاف. هاد لي روج ا ليفغ جو بونس تاعو كانوا عطاوه ليا شحال هادي، كيعطيو دي برودوي ا 0 درهم فوقاش. نجي لكم دابا لاكارت، دايرين حتى كيف ما قلت لكم راهم سخيين بزاف بزاف. كاين اون كارت دو فيديليتي ديال لا مارك ايف روشي، كتجي على هذا الشكل. نشرح لكم طريقه استعمال هاد لاكارت هادي. فاش كتمشي اول مره كتقدي كتبغي تاخدي شي برودوي من عندهم، مثلا غادي تاخدي هاد لاكريم هادي، كتقولي لهم عافاك راني بغيت نتقيد معكم باش تولي عندي اون كارت دو فيديليتي. اي وحده كيما كانت عندك لاكارت ناسيونال اولا ما عندكش، بغيتي تقيدي في سميت باباك اولا في سميت ماماك، سميت اي واحد كيمكن لك تقيدي، كدي كيف ما قلت لكم كتاخدي واحد كتاخدي شي برودوي من عندهم، كتقولي لهم راني بغيت ندير لاكارت دو فيديليتي، كيعطوك هاد لاكارت هادي. كيعطوك بيان سور فيها اون دات، حيت هادي فالابل عام عام، الا فايت عام بيان سور كيعاودو يجدوها ليك. وهاد لاكارت لافونتاج ديالها باردون ان فيها ثلاثه ديال لي نيفو، فيها لو نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. ملي كتسالي لو نيفو 1 كيفاش كتامريه؟ اشاك فوا مثلا هادي كدير 60 درهم كيجيو كيكاشيو لك هنايا. مثلا خديتي على سبيل المثال جوج ديال لي فيرني، ديجا كيعطوك فيرني غراتوي، واحد دي فوا كتكون لا بروموسيون ديال فيرني كتاخدي واحد فيرني غراتوي. مثلا خديتي هاد لي برودوي هادو ثلاثه كيقدروا يعمروا ليك 200 درهم اولا 200 على حساب انت وشحال خديتي. ملي كتعمري لو نيفو كامل كيف ما كتشوفوا، انا هاد لاكارت هادي ماشي بزاف باش بقيت كنعمر فيها. ملي كتسالي لو نيفو كامل هذيك الساعه كيعطوك واحد لا ليست دو برودوي، كيقولوا ليك انتي اختاري اشنو بغيتي. كاين كيف ما قلت لكم بارفان، كاين ماسكارا، كاين روج ا ليفغ، فريمون لي برودوي راه ما كيعطيوكمش نيمبورط كوا، راه كيعطيوكم دي برودوي فنيين من عند لا مارك، عندهم اللي كيتباعوا بالثمن، ماشي كيعطيوك زعما شي حاجه رخيصه. كتكملي النيفو 2 كذلك، النيفو 3 كذلك، وكتعاودي تجدي ثاني لاكارت، كيحيدوا لك هاد البابي اللي لاصقنا في لاكارت، وكيديروا لك بابي اخر، وكيبقاو دائما كيعمروا لك بيان سور كيكاشيو لك فيما كتمشي لعندهم حتى كتعمري لو نيفو. كاين ان كادو دانيفرسير، منين كتعمري عندهم الفورمولير النهار الاول كديري لا دات ديال لانيفرسير ديالك، وكل انيفرسير كتجيك لاكارت ديالك حتى للدار، كديها معاك لايف غوشي كتقضي، وكيعطوك ان برودوي غراتوي، حتى هو كيعطوك واحد اون ليست كتختاري اللي بغيتي. كاينه عاوتاني اون كارت اللي كتجيك كل شهر كيجيب لك الفاكتور حتى الباب ديال الدار، كاينه فيها لا بروموسيون من مثلا 20 من مثلا 60 درهم، كيعطوك على سبيل المثال تروس بحال هكذا ولا شي حاجه سامبوليك، ولا خديتي 250 درهم ثاني كتكون شي حاجه اخرى ما ما محسن. بالنسبه لهاد لي زوفر هادو سواء كيجيو في اون كارت حتى للدار، سواء كيجيو في لا بواط ميل باردون، سواء كيجيو في دي ميساج في تليفونك. انا غنخلي لكم كابشور هنايا ديال واحد الميل الا وصلني مؤخرا،
قالوا لي كون كوا حيت ابارامون المره الاخرى ما جاتنيش لا كارت ديجا مور كورونا ولاو لي كارت مره كيجيو مره ما كيجيوش، ولكن لي زيميل كل شهر كيجيو، كل شهر كيجيك اميل حتى الا ما ديتيش معاك لا كارت ما كندويش على هاد لا كارت هادي. كيف ما قلت لكم هادي اون كارت دو فيديليتي، فيما كديها فيما كتبغي تمشي تشري خاصك ديها معاك ضروري باش الكارت توليك هنايا. لا كارت الاخر ما بقاتش عندي بصراحه شي وحده، كانت عندي مي بغيت الى 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 لقيتي عندي ديجا غنخليها لكم في اون فوتو هنايا. كيف ما قلت لكم لا كارت دو فيديليتي هي هادي، ولا كارت الاخرى الا ما جاتش مع كورونا كيقدروا مره يجيو مره ما يجيوش، راه كيخلوا لكم دي زيميل كل شهر كيجيكم اميل فيه الا بغيتي مثلا تاخدي اولا الا خديتي بلوسكو 60 بلوسكو 60 درهم كتاخدي مثلا هاد لو برودوي غراتوي، اولا الا خديتي 250 درهم كتاخدي هاد البرودوي غراتوي. فوالا كانت هادي هي لا فيديو ديال اليوم. وحاجه اخرى اللي قبل ما نسالي لا فيديو بغيت نقولها سي انه عندهم ان سيت اللي هو حتى هو نخلي لكم بيان سور لو ليان ديالو في صندوق الوصف، ونقدر نخلي لكم الكابتشور ديال السيت هنايا كتلقاي فيها لي برودوي كاملين ديال ايف روجي. اي برودوي بغيتي كتلقاه بيان سور في لو سيت، الا كان شي بروموسيون حتى هي كتكون اي حاجه كتبغي بيان سور تشوفي لي برودوي تشوفي بيان سور اشنو عندهم راه كاين في لو سيت. سا سي دو ان. كاينه حاجه اخرى وهي لي سوان، كاينين دي سوان، كاينين دي سوان دو كور، كاينين دي سوان دو شوفو اللي كيديرهم بصراحه زوينين، ما غتندموش الا درتو دي سوان دي فيزاج عندهم. انا بصراحه مجرباه شحال من مره، لو سوان دي فيزاج ديال ايف روشي الي توب، كيديروا لو ماكياج كيديروا شحال من حاجه. الا بغيتو تعرفوا اي معلومه كيمكن لكم تمشيو لاي ايف روشي قريبه عليكم، راه عندهم صراحه استقبال زوين، عندهم معامله زوينه، صوف كو كاينين شي وحدين بصراحه اللي ما عندهمش اللي كتلقايها شويه ما عندهاش الخاطر، ولا بصراحه الخاطر مره مره كيهرب عند الناس كاملين، ماشي هضرني حلقي، ماشي غير عند الناس ديال ايف روشي فيها باس. مي بون كيف ما قلت لك اون جينيرال جو لايك جو لايك جو لايك بصراحه اون مارك واعره فنه 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 كنصحكم بها. لي برودوي اي حاجه بغيتي تاخديها حاولي انك تجربي لا مارك ايف روشي. انا كنعاود نقولها هذه ماشي كولابوراسيون، انا غير كنشارك معكم رايي الشخصي في لا مارك ايف روشي. كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انني ما طولتش عليكم بزاف، حاولت انني نختصر وحاولت اني نعطيكم لو ديتاي ديال لو ديتاي ديال لا مارك ايف روشي اون جينيرال. كنتمنى ان لا فيديو ان شاء الله تفيدكم واحد شويه، كنتمنى ان لا فيديو حتى تكون عجبتكم. الا عجبتكم لا فيديو بحال ديما حاولوا انكم تخليوا ليا لايك، خليوا ليا لي كومونتير. الناس اللي باقيين ما تابوناوش حاولوا انكم تابوناو، سينو بالنسبه للناس اللي باقيين ما ضغطوش على زر الجرس حاولوا انكم تضغطوا عليه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم وتهلا في رزقكم، باي باي.